كما تعلمون فقانون المالية لسنة 2023 تضمن مادة لتسمح باستيراد هذا النوع من السيارات. هذا الاستيراد أو الدخول الفعلي لعملية الاستيراد يكون بعد يعني دخول النص التطبيقي للمادة القانونية التي تسمح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات. النص التطبيقي يعني تم إعداده من قبل مختلف القطاعات المعنية، وسيكون دخول الفعلي لعملية استيراد سيارات أقل من 3 سنوات مباشرة بعد صدور هذا النص التطبيقي في الجريدة الرسمية.